نظم مجلس المنافسة يوم الثلاثاء بالرباط ورشة لتقديم نتائج دراسة حول موضوع المنافسة في قطاع السمع البصري بالمغرب، وتدخل هذه الورشة في إطار الدراسات التي يقوم بها المجلس لتأسيس أرضية عمل للإحالة المستقبلية مفتوحة للإدارات والمؤسسات والمهنيين المعنيين بالموضوع وكذا الفاعلين في مجال قانون واقتصاد المنافسة والصحافة. الدراسة ديال اليوم تتعلق بالفضاء السمعي البصري بطبيعة الحال تحت زاوية المنافسة، كتعطي فكرة حول القطاع، رؤية حول القطاع كما هو عليه الراديوفوني والتلفزيوني، وكتبين على أنه في قطاع الراديوفوني كاين واحد نوع من المنافسة، وفي التلفزيون مازال المنافسة ماشي قائمة. وأثبتت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة أن 60% من المغاربة يشاهدون قنوات أجنبية، 22% من هذه النسبة تشاهد قنوات عربية، والباقي يشاهدون القنوات التلفزية المغربية.